الكاتب الجهوي ديال حزب الاستقلال والكاتب الجهوي ديال نقابه الاتحاد العام الشغالي الدار البيضاء. الدار البيضاء نعم، وعضو مكتب التنفيذي للاتحاد العام الشغالي. وعضو مكتب التنفيذي. سمعنا بانه في احد المناطق الاعلاميه انه تم طرد من نقابه الاتحاد العام الشغالي، شنو التعليق ديالك؟ التعليق انه هذا دليل على الديمقراطيه التي يريدها الاخ الكاتب العام الاتحاد العام الشغالي في حزب الاستقلال، لانه ليس من العيب ان نختلف في اختياراتنا، ولكن من العيب ان نفرض راينا على الاخر. هذا دليل كل دليل قاطع على الديمقراطيه الشبطيه عندنا داخل الاتحاد العام الشغالي. بالنسبه لك انت يعني القرار واش كان كتابي ولا كيفاش القرار ديال الطرد؟ القرار ما كانش كتابي في اوله، مازال ماشي كتابي. القرار هو انه السيد الكاتب العام اعلن على لائحه سياب الاتحاد الجهوي مؤقتا ريثما انه يفوت انتخاب الامانه العامه للحزب، ومن بعدها يمكن يتم الطرد النهائي او التوقيف النهائي من الاتحاد العام الشغالي من المغرب. يعني كتشوفوا انت انتقام ولا الاختيار ديالكم انكم انتم هذا اختياري، وانا حف قناعتي الاختياريه انني نصوت على الدكتور عبد الواحد الفاسي، لانه الدكتور عبد الواحد الفاسي انا من الناس الاوائل من رشحنا الدكتور عبد الواحد الفاسي للامانه العامه لحزب الاستقلال، وما تقتضيه الظرفيه الراهنه التي يعيش منها الحزب والظرفيه الراهنه كذلك التي تمر منها البلاد. لهذا كنا مجموعه من الاخوان اخترنا ان الدكتور عبد الواحد الفاسي ان يترشح كامين عام، وما زلنا متشبتين وسنصوت بكثافه لفائده الدكتور عبد الواحد الفاسي كامين عام لحزب الاستقلال. وهذه قناعه راسخه لدينا كمناضلين قدماء داخل الحزب وداخل النقابه المنطقيه. شنو هي الرساله ديالك للكاتب العام الحالي ديال نقابه الاتحاد العام الشغالي؟ رسالتي واضحه انه لابد ان نقبل الاختلاف، ولابد ان نقبل الاختلاف الراي، ونقبل الديمقراطيه الحقيقيه التي ينادي بها السيد الكاتب العام، انه يقول انه اذا حقق شيئا فانه حقق الديمقراطيه على منصب الامانه العامه والتصويت، ولهذا اطالبه من اجل احترام هذه الديمقراطيه التي يقولها السيد الكاتب العام الاتحاد العام الشغالي. شكرا لك.